هنا على المسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث يمتزج الفن بالثقافة والسياسة، يعيد النظام الجديد في مصر ممثلا بالرئيس المؤقت عدلي منصور تقليدا توقف قبل 33 عاما يعرف بعيد الفن. أرجو أن هو يكون عودة للإبداع والفن الحقيقي، وما يكونش وسيلة للدعاية السياسية. رسالة، ولما تقيس ثقافة أي شعب تقيسها من فنه اللي بيتقدم، نوعية الأعمال اللي تتقدم، نوعية المواضيع اللي نناقشها. لا، الفن ليه دور كبير، وأنا بعتبر اليوم ده نصرة للفن في مصر من 33 سنة، نصرة للفن في مصر حقيقي يعني. عيد أهمله نظام مبارك وتجاهله حكم الإخوان المسلمين، بعدما كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يوليه اهتماما كبيرا حين استخدمه كأداة سياسية في الترويج للقومية العربية، كما رعاه الرئيس الراحل أنور السادات إدراكا منه للدور الذي يمكن للفن أن يقدمه في خدمة الوطن والمساعدة في تحقيق أهداف سياسية في آن واحد. هو إذن نفس الأسلوب الذي تسعى السلطة الجديدة في مصر إلى إعادة استخدامه، وإن كان بصيغة مختلفة تلائم الوضع السياسي الراهن. نحيي اليوم هذا التقليد لنساهم في إعادة الطبيعة السمحة لوطننا واسترداد صورته البهية التي طالما ألفناها في عقود مضت. رسائل الفن المصري هو اسم هذا العمل الفني الذي قدم خلال الاحتفال، دلالات واضحة من وجهة نظر البعض على مضامين أخرى تكرر النهج الذي استخدمه الرئيس السابق حسني مبارك بداية التسعينيات، حين استخدم الفن وما يسمى بالثقافة التنويرية في مواجهة العنف المسلح الذي لجأت إليه التيارات الدينية المتشددة آنذاك ضد الشرطة وأجهزة الدولة المصرية. الفن بينقي القلب، المزيكا والرأس والفن عامة بينقي القلوب، بيخلي الناس مشاعرها أحلى، مش هتفكر في إرهاب وهي مشاعرها كويسة. ومع ذلك فإن المهمة قد لا تكون سهلة، كون نجاح الفن وقوة تأثيره يرتبط بالحريات والتمويل، أمران يعتقد بعض النقاد أن ملامحهما لم تتكشف بعد. لعل هذا الاحتفال يكون هو النواة الأولى في إعادة الفن مرة أخرى إلى عهده السابق وإلى عصره الذهبي. إحنا تقريبا 30 سنة لا فن، 30 سنة لا سينما، لا مسرح، لا غنى. قوة مصر الناعمة المتمثلة في الفن، وبرغم تراجعها خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب التوتر السياسي، إلا أن السلطات المصرية تراهن عليها الآن سياسيا داخليا وخارجيا، لكن في النهاية يظل اختبارا ينتظر التقييم خلال الفترة القادمة. من أمام دار الأوبرا المصرية، محمد عبد الله، الحرة، القاهرة.